محمد صلاح موقفك مش سهل، عشان نقط مهمين جدا. جاهز؟ جاهز. صورة وشخصية، والسؤال هو من هي الفنانة في الصورة؟ مين؟ ياسمين صبري. ياسمين صبري فعلا إجابة صحيحة. شكلك بتحب ياسمين صبري. بحبها عشان هي بتمثل شخصية حلوة. بتحبها عشان بتمثل كويس. جميل جدا، وهي أكيد فخورة ومبسوطة إن أنت عرفتها وإن أنت جاوبت على السؤال. برافو عليك يا محمد، 10 نقط. النتيجة اتغيرت، 70 فريق سهل، 75 خوفه. نحيي كلنا محمد صلاح وفاطمة طارق، فاطمة طارق ومحمد صلاح. اتفضلوا.